السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي، أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى. النهاردة هنشرح درس المبادئ الأساسية للوراثة من الوحدة الثالثة، الجينات والوراثة، من منهج العلوم للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب. الدرس المبادئ الأساسية للوراثة. لاحظ الإنسان منذ آلاف السنين أن هناك صفات يرثها الأبناء من الآباء، وقد أطلق عليها العلماء اسم الصفات الوراثية. يبقى هنا عندنا في صفات بيرثها الأبناء من الآباء، الصفات دي اسمها الصفات الوراثية. طب إيه تعريف الصفات الوراثية؟ قال لك الصفات التي تنتقل من جيل إلى آخر. يبقى الصفات الوراثية الصفات التي تنتقل من جيل إلى آخر. أمثلة لها لون الجلد، لون الشعر، فصيلة الدم، عدد الأصابع. وفي عندنا صفات لا يرثها الأبناء من الآباء، إنما تنشأ نتيجة الخبرة التي يكتسبها الفرد من البيئة التي يعيش فيها، وقد أطلق عليها العلماء اسم إيه؟ الصفات المكتسبة. يبقى في صفات لا يرثها الأبناء من الآباء، إنما تنشأ نتيجة إيه؟ نتيجة الخبرة التي يكتسبها الفرد من البيئة التي يعيش فيها، أطلق عليها العلماء اسم إيه؟ الصفات المكتسبة. طب إيه هي تعريف الصفات المكتسبة؟ الصفات غير القابلة للانتقال من جيل إلى آخر. يبقى الصفات المكتسبة الصفات غير القابلة للانتقال من جيل لآخر، يبقى الصفات التي لا تنتقل من جيل إلى آخر. أمثلة لها مهارة لعب كرة القدم، التحدث باللغات المختلفة، تعلم المشي. هنا هيقول لك طوال الصفتين نعومة الشعر والعيون الضيقة، يبقى في الصورة دي توضح توارث صفتين نعوم الشعر والعيون الضيقة. وهنا اكتساب صفة تعلم المشي، يبقى هنا عندنا الطفل الصغير بيتعلم المشي، ده اسمه اكتساب صفة تعلم المشي. فهنا يجيك يقول لك علل تعلم المشي لدى الأطفال لا يعتبر صفة وراثية. تعلم المشي لدى الأطفال لا يعتبر إيه؟ صفة وراثية. فالإجابة لأنها صفة لا يرثها الأبناء من الآباء، وإنما تنشأ نتيجة الخبرة التي يكتسبها الفرد من البيئة التي يعيش فيها. يبقى لما يقول لنا تعلم المشي لدى الأطفال لا يعتبر صفة وراثية، علل تقول لأنها صفة لا يرثها الأبناء من الآباء، وإنما تنشأ نتيجة الخبرة التي يكتسبها الفرد من البيئة التي يعيش فيها. ويسمى العلم الذي يدرس الصفات الوراثية في الكائنات الحية والقوانين التي تحكم كيفية انتقالها من جيل إلى آخر بعلم الوراثة. يبقى هنا عندنا العلم الذي يدرس الصفات الوراثية في الكائنات الحية والقوانين اللي بتحكم كيفية انتقالها من جيل إلى آخر يسمى علم الوراثة. طب إيه هو علم الوراثة؟ علم الوراثة هو العلم الذي يفسر أوجه التشابه والاختلاف في الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد من خلال دراسة كيفية انتقالها من جيل إلى آخر. يبقى علم الوراثة العلم الذي يفسر أوجه التشابه والاختلاف في الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد من خلال دراسة كيفية انتقالها من جيل إلى آخر. هنا عندنا في نقاط هامة سبق دراستها في العام الماضي. أول حاجة عندنا حاجة اسمها الزهرة الخنثى. قلنا احنا الزهرة الخنثى هي الزهرة التي تحمل أعضاء التسكير والتأنيث معا، فهنا عندنا الزهرة خنثى. عضو التسكير في الزهرة الخنثى السدى، والسدى يتكون من المتك والخيط، وعضو التأنيث اللي هو الكربلة، والكربلة تتكون من الميسم والقلم والمبيض. في بعد كده خدنا حاجة اسمها التلقيح الذاتي. التلقيح الذاتي هي عملية انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إلى مياسم نفس الزهرة أو زهرة أخرى على نفس النبات. هنا عندنا زهرة خنثى، هنا عندك زهرة مؤنثة، وهنا زهرة مذكرة.
تنتقل حبوب اللقاح من نطق زهرة إلى مياسم نفس الزهرة أو زهرة أخرى على نفس النبات. في بعد كده عندنا التلقيح الخلطي، عملية انتقال حبوب اللقاح من نطق زهرة إلى مياسم زهرة أخرى على نبات آخر من نفس النوع، على نبات آخر من نفس النوع. زي ما احنا شايفين هنا زهرة مذكرة وهنا زهرة مؤنثة، تنتقل حبوب اللقاح من نطق زهرة إلى مياسم زهرة أخرى على نبات آخر من نفس النوع. مندل مؤسس علم الوراثة. يعتبر العالم النمساوي جريجور مندل مؤسس علم الوراثة. فين يقول لك علل، تقول لي أن الدراسة العلمية للوراثة بدأت من تجارب مندل على نبات البازلاء اللي هي البسلة الخضراء، وبناء على النتائج التي توصل إليها تجمع لدى علماء الوراثة الكثير من المعلومات عن كيفية انتقال الصفات الوراثية من جيل إلى آخر. فهنا عندنا أسباب اختيار مندل لنبات البازلاء لإجراء تجاربه. إيه أسباب اختيار مندل لنبات البازلاء لإجراء تجاربه؟ أول سبب قال لك سهولة زراعة النبات وسرعة نموه. يبقى نبات البازلاء في سهولة في زراعته وسرعة النمو، يبقى سهولة زراعة النبات وسرعة نموه. السبب الثاني قصر دورة حياة النبات، قصر دورة حياة النبات وهو ما مكنه من الحصول على نتائج سريعة لتجاربه. الكلام ده مكنه ايه؟ من الحصول على نتائج سريعة لتجاربه. السبب الثالث ان اظهار النبات خنثى وبالتالي يمكن تلقيحها ذاتي. السبب الرابع سهولة تلقيحه صناعيا بواسطة الانسان. يبقى نبات البازلاء يمكن تلقيحه بواسطة الانسان. خامس سبب عندنا من اسباب اختيار مندل لنبات البازلاء إنتاج النبات لأعداد كبيرة من الأفراد في الجيل الواحد. إنتاج النبات لأعداد كبيرة من الأفراد في الجيل الواحد. آخر حاجة عندنا رقم 6 تعدد أصناف النبات التي تحمل أزواج من الصفات المتضادة المتقابلة. تعدد أصناف النبات التي تحمل أزواج من الصفات المتضادة، يعني الصفات المتضادة يعني المتقابلة والتي يسهل تمييزها بالعين المجردة. يبقى عندنا نبات البازلاء أصنافه متعددة تحمل أزواج من الصفات المتضادة المتقابلة والتي يسهل تمييزها بالعين المجردة. فهنا يجيك يقول لك علل كان اختيار مندل لنبات البازلاء لإجراء تجاربه اختيارا موفقا، تذكر له 6 أسباب اللي احنا قلناهم. هنا أقول لك للاطلاع فقط استخدم مندل حوالي 24,000 نبتة بازلاء في تجاربه التي استغرقت حوالي 8 سنوات. يبقى العالم مندل استخدم حوالي 24,000 نبتة بازلاء في تجاربه، التجارب استغرقت حوالي 8 سنوات. وبالرغم من تعدد الصفات المتضادة في نبات البازلاء إلا أن مندل اختار منها 7 صفات فقط لإجراء تجاربه والتي يوضحها الشكل التالي. يبقى مندل اختار 7 صفات فقط لإجراء تجاربه، الجدول التالي يوضحها. أول حاجة عندنا لون الزهرة، فهنا عندنا في نبات البازلاء لون الزهرة أحمر قرمزي وأبيض. طب هنا وضع الزهرة، في عندك جانبي وطرفي. لون البذرة، في عندنا أصفر وأخضر. شكل البذرة أملس ومجعد. وعندنا طول الساق طويل وقصير. ولون القرن في أخضر وأصفر. وفي بعد كده عندنا الصفة السابعة شكل القرن منتفخ ومحزز. تجارب مندل في الوراثة، أولا دراسة وراثة زوج واحد من الصفات المتضادة. يبقى ندرس مع بعض دراسة وراثة زوج واحد من الصفات المتضادة. كان مندل أول من تتبع دراسة توارث أزواج الصفات الوراثية المتضادة كل على حدة، متبعا منهج العلم في البحث والتجريب فيما نوضح إحدى تجاربه. تجربة مندل لتتبع صفة لون البذور في نبات البازلاء.
أول حاجة عندنا، انتقى مندل عدد من نباتات البازيلا، بعضها ينتج بذور خضراء والبعض الآخر ينتج بذور صفراء، ثم ترك أزهار هذه النباتات تلقح ذاتيا لعدة أجيال. فهنا يقول لك علل للتأكد من نقاء صفة لون البذور. يبقى مندل انتقى عدد من نباتات البازلاء، بعضها بينتج بذور خضراء والبعض الآخر بينتج بذور صفراء، وبعد كده ترك أزهار هذه النباتات تلقح ذاته لعدة أجيال. ليه؟ للتأكد من نقاء صفة لون البذور. فهنا عندنا يقول لك لاحظ مندل أن النباتات ذات البذور الصفراء بتنتج نباتات بذورها صفراء جيل بعد جيل وهكذا، وإن النباتات ذات البذور الخضراء بتنتج نباتات بذورها خضراء. لذا استنتج أن إيه؟ صفة لون البذور نقية في النباتات التي قام بزراعتها. يبقى صفة لون البذور نقية في النباتات التي قام بزراعتها. زرع مندي البذور الصفراء النقية والخضراء النقية، وعندما أعطت نباتات أسماها الآباء، انتزع أزديد بعض أزهارها قبل النضج متكها، علل لمنع حدوث التلقيح الذاتي في هذه الأزهار. يبقى الخطوة الثانية، زرع مندلي البذور الصفراء النقية والخضراء النقية، وعندما أعطت نباتات أسماها إيه؟ الآباء، أسماها الآباء، يعني سماها الآباء. بعد كده انتزع أزديد بعض أزهارها، يبقى شال الأزديد بتاعت بعض أزهارها قبل النضج متوكها، يبقى شال الأزديه قبل النضج المتوك، يبقى شال نزع الأزديه قبل النضج متوكها. ليه؟ قال لك لمنع حدوث التلقيح الذاتي في هذه الأزهار، لمنع حدوث التلقيح الذاتي في هذه الأزهار. الخطوة الثالثة، أجرى عملية تلقيح خلطي عن طريق نقل حبوب لقاح من متوك أزهار النباتات التي تنتج البذور الخضراء إلى مياسم أزهار النباتات التي نزعت أزديتها والتي تنتج البذور الصفراء. يبقى عمل إيه؟ أجرى عملية تلقيح خلطي. إزاي؟ نقل حبوب لقاح من متوك أزهار النباتات اللي بتنتج البذور الخضراء إلى مياسم أزهار النباتات التي نزعت أزديتها. يبقى هو شال الأزدية من الأزهار التي تنتج بذور صفراء. يبقى إلى مياسم أزهار النباتات التي نزعت أزديتها التي تنتج البذور الصفراء. بعد كده نقل حبوب لقاح من متوك أزهار النباتات التي تنتج البذور الصفراء إلى مياسم أزهار النباتات التي نزعت أزديتها والتي تنتج البذور الخضراء. يبقى الخطوة اللي بعد كده، نقل حبوب لقاح من متوك أزهار النباتات التي تنتج البذور الصفراء إلى إيه؟ مياسم أزهار النباتات التي نزعت أزديتها برضو واللي بتنتج نبات واللي بتنتج البذور الخضراء. يبقى هنا كده إيه؟ أجرى عملية التلقيح الخلطي، ثم غطى مياسم الأزهار بعد تلقيحها. فيقول لك علل، قال لك لمنع حدوث التلقيح الخلطي مرة أخرى. يبقى بعد ما عمل التلقيح الخلطي غطى مياسم الأزهار بعد تلقيحها، ليه؟ قال لك لمنع حدوث التلقيح الخلطي لها مرة أخرى. بعد كده زرع البذور الناتجة عنها. لاحظ مندل أن النباتات الناتجة والتي أسماها الجيل الأول جميعها ذات بذور صفراء بنسبة 100%. يبقى النباتات الناتجة التي أسماها الجيل الأول جميعها ذات بذور بذور صفراء بنسبة 100%، وأن صفة اللون الأخضر للبذور اختفت تماما في أفراد الجيل الأول. يبقى في أفراد الجيل الأول البذور كلها صفراء واللون الأخضر اختفت في أفراد الجيل الأول. فأطلق مندل على صفة اللون الأصفر للبذور صفة سائدة، علل لأنها تسود أو تغلب على صفة اللون الأخضر
وتظهر في الجيل الأول بنسبة 100%. يبقى مندل أطلق على صفة اللون البذور الصفراء صفة سائدة، ليه؟ قال لك لأنها تسود أو تغلب على صفة اللون الأخضر وتظهر في الجيل الأول بنسبة 100%. طب هنا عندنا صفة اللون الأخضر للبذور صفة متنحية، علل، لأنها اختفت تماما في أفراد الجيل الأول. يبقى صفة اللون الأخضر للبذور صفة متنحية، علل، ليه؟ لأنها اختفت تماما في أفراد الجيل الأول. بعد كده الخطوة الرابعة، ترك مندل نباتات الجيل الأول تتلقح ذاتيا ثم زرع البذور الناتجة عنها. يبقى الخطوة الرابعة، ترك نباتات الجيل الأول تتلقح ذاتيا ثم زرع البذور الناتجة عنها. هنا أقول لك لاحظ مندل أن إيه؟ النباتات الناتجة والتي أسماها الجيل الثاني ثلاث أرباعها بذور صفراء 75% وربعها بذورها خضراء 25%. يبقى الخطوة الرابعة، ترك نباتات الجيل الأول تتلقح ذاتي وبعد كده زرع البذور الناتجة عنها. لاحظ إن النباتات التي أسماها الجيل الثاني ثلاث أرباعها بذورها صفراء 75% بذورها صفراء وربعها بذور خضراء 25% بذورها خضراء. أي أن نسبة النباتات ذات البذور الصفراء إلى الخضراء 3 إلى 1 وهي على الترتيب زي ما احنا شايفين هنا. نباتات الجيل الثاني 75% بذورها خضراء 3 إلى 1 بذورها خضراء 25%. صفة اللون الأخضر للبذور التي اختفت في الجيل الأول ظهرت في الجيل الثاني. يبقى صفة اللون الأخضر للبذور اللي اختفت في الجيل الأول ظهرت في الجيل الثاني. ويمكن إجمال تجربة مندل لدراسة طوارئ صفة لون البذور في نبات البازلاء في الشكل التالي. هنا عندنا أول حاجة نباتات تنتج بذور صفراء نقية ونباتات تنتج بذور صفراء نقية. هنا عندنا تلقيح ذاتي وهنا تلقيح ذاتي. هنا ادانا الآباء 100% نباتات بذورها صفراء نقية وهنا 100% نباتات بذورها خضراء نقية، ده في الآباء. عملنا تلقيح خلطي للآباء ادانا ايه؟ الجيل الأول 100% بذورها صفراء. الجيل الأول عملنا تلقيح ذاتي ليه، فهنا الجيل الثاني 75% نباتات بذورها صفراء زائد 25% نباتات بذورها خضراء. هنشوف بعد كده مبدأ السيادة التامة. مبدأ السيادة التامة قال لك عندما كرر مندل تجربته السابقة على باقي الصفات السبع الأخرى للنبات البازيلا كانت النتائج مماثلة لتلك التي حصل عليها في من تجربته على صفة لون البذور، وأطلق على سيادة الصفة السائدة على الصفة المتنحية في أفراد الجيل الأول مصطلح إيه؟ مبدأ السيادة التامة. يبقى سيادة الصفة السائدة على الصفة المتنحية في أفراد الجيل الأول أطلق عليها مبدأ إيه؟ السيادة التامة. فإيه هو تعريف مبدأ السيادة التامة؟ فقال لك ظهور الصفة السائدة في أفراد الجيل الأول الناتج عن تزاوج فردين يحمل كل منهما صفة وراثية نقية مضادة للصفة التي يحملها الفرد الآخر. يبقى مبدأ السيادة التامة تقول اسمها، تقول تعريفها ظهور الصفة السائدة في أفراد الجيل الأول الناتج عن تزاوج فردين يحمل كل منهم صفة وراثية نقية مضادة للصفة التي يحملها الفرد الآخر. فين يقول لك علل؟ عند تزاوج نبات بازلاء بذوره صفراء مع نبات بازلاء بذوره خضراء تنتج نباتات جميعها بذورها صفراء. فالإجابة لأن صفة اللون الأصفر للبذور تسود على صفة اللون الأخضر للبذور تبعا لمبدأ السيادة التامة. يبقى علل عند تزاوج نبات البازلاء بذوره صفراء مع نبات بازلاء بذوره خضراء تنتج نباتات جميعا
تنتج نباتات جميعها بذورها صفراء. ليه؟ لأن صفة اللون الأصفر للبذور تسود على صفة اللون الأخضر للبذور، تبعا لمبدأ السيادة التامة. والجدول التالي يوضح الصفات السائدة والصفات المتناحية لنبات البازلاء التي قام مندل بدراستها. أول حاجة لون الزهرة، الصفة السائدة عندنا اللون الأحمر، أما الصفة المتناحية اللون الأبيض. في بعد كده عندنا وضع الزهرة، الصفة السائدة وضع الزهرة يكون جانبي، أما الصفة المتناحية وضع الزهرة طرفي. لون البذور، الصفة السائدة اللون الأصفر، أما الصفة المتناحية اللون الأخضر. شكل البذور، الصفة السائدة أملس، أما الصفة المتناحية مجعد. طول الساق، عندنا الصفة السائدة طول الساق طويل، أما الصفة المتناحية قصير. في بعد كده عندنا لون القرن، في عندنا اللون الصفة السائدة القرن الأخضر، أما الصفة المتناحية لون القرن أصفر. شكل القرن، الصفة المتناحية، الصفة السائدة شكل القرن يكون منتفخ، أما الصفة المتناحية شكل القرن يكون محزز. فروض مندل لتفسير نتائج تجاربه. وضع مندل عدة فروض لتفسير النتائج التي توصل إليها خلال تجاربه على نبات البازلاء كالآتي. هنا عندنا جدول يقول لك الفروض، وهنا تطبيق على صفة لون بذور البازلاء. أول حاجة عندنا في الفروض بيقول لك أول فرض، بتنتقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء عن طريق عوامل وراثية تعرف حاليا بالجينات، والجينات بتحملها الأمشاج. يبقى الصفات الوراثية بتنتقل من الآباء إلى الأبناء عن طريق إيه؟ عوامل وراثية. العوامل الوراثية دي بتعرف حاليا بيها بالجينات، والجينات دي بتحملها الأمشاج. طب تطبيق على صفة لون بذور البازلاء، بيقولك بتنتقل صفة لون بذور نبات البازلاء من جيل إلى آخر عن طريق عوامل وراثية تحملها الأمشاج، والأمشاج هنا عبارة عن حبوب اللقاح والبويضات. الفرض رقم 2، بيتحكم في كل صفة وراثية عاملان وراثيان أحدهما من الأب والآخر من الأم. يبقى بيقول لك إن بيتحكم في كل صفة وراثية عاملين وراثيين، واحد من الأب والآخر من الأم. طب تطبيق على صفة لون بذور البازلاء، قال لك بيتحكم في صفة لون البذور عاملان وراثيان أحدهما يحدد اللون الأصفر والآخر يحدد اللون الأخضر. الفرض رقم 3، بيقول لك بينعزل أو ينفصل العاملان الوراثيان لكل صفة عند تكوين الأمشاج. يبقى العاملين الوراثيين بينفصلوا عند تكوين الأمشاج، بحيث يحمل كل مشيج عامل واحد فقط من هذين العاملين. طب تطبيق على صفة لون البذور، ينعزل عاملين لون البذور عند تكوين الأمشاج بحيث يحمل كل مشيج حبة اللقاح أو البويضة عامل واحد فقط من هذين العاملين. الحاجة الرابعة أو الفرض الرابع، بيقول لك في أثناء عملية الإخصاب يجتمع العاملان الوراثيان مرة أخرى، وإذا كان العاملان متشابهان فإن الصفة الناتجة بين قوسين السائدة والمتناحية بتكون نقية، ويسمى الفرد الذي يحمل هذه الصفة بالفرد النقي. يبقى أثناء عملية الإخصاب بيحصل إيه؟ بيجتمع العاملان الوراثيان مرة أخرى. إذا كان العاملين دول متشابهين فإن الصفة الناتجة السائدة والمتناحية بتكون نقية، ويسمى الفرد الذي يحمل هذه الصفة بالفرد النقي. فهنا هيقول لك عامل سائد زائد عامل سائد ديك صفة سائدة نقية، عامل متناحي زائد عامل متناحي ديك صفة متناحية نقية. طب لو كانوا غير متشابهين، قال لك غير متشابهان فإن الصفة الناتجة اللي هي السائدة بتكون غير نقية، ويسمى الفرد الذي يحمل هذه الصفة بالفرد الهجين. يبقى إذا كان العاملين غير متشابهين الصفة الناتجة بتكون سائدة وبتكون غير نقية، بتكون ايه؟ غير نقية، ويسمى الفرد الذي يحمل هذه الصفة بالفرد الهجين. فهنا يقول لك عامل سائد زائد عامل متناحي بيديك صفة سائدة غير نقية، صفة سائدة
غير نقية. طبعا طبق الكلام ده على لون بذور نبات البازلاء، فبيقول لك عند اجتماع عامل اللون الأصفر للبذور السائدة مع عامل اللون الأصفر للبذور السائد تنتج نباتات بذورها صفراء نقية. طب هنا عامل اللون الأخضر للبذور المتنحي مع عامل اللون الأخضر للبذور المتنحي بتنتج نباتات برضو بذورها خضراء نقية. طب عند اجتماع عامل لون الأصفر للبذور السائد مع عامل اللون الأخضر للبذور المتنحي بتنتج نباتات بذورها صفراء غير نقية نتيجة لسياد إيه؟ عامل اللون الأصفر للبذور على عامل اللون الأخضر للبذور. الأمشاج. الأمشاج هي الخلايا التي يتم بواسطة انتقال العوامل الوراثية من الآباء إلى الأبناء. يبقى الأمشاج تعرفها الخلايا التي يتم بواسطتها إيه؟ انتقال العوامل الوراثية من الآباء إلى الأبناء. هنا هيقول لنا لخص مندل فروضه السابقة في قانونه الأول والذي يسمى باسم قانون انعزال العوامل. علل، قال لك لانعزال عاملي الصفة عن بعضهما عند تكوين الأمشاج اللي هي الجامتات. يبقى عندنا مندل لخص فروضه السابقة في قانونه الأول، سماه قانون إيه؟ قانون انعزال العوامل. طب ليه سماه قانون انعزال العوامل؟ فيقول لك علل، فتقول لانعزال عاملي الصفة عن بعضها، لانعزال إيه؟ عاملي الصفة عن بعضهما عند تكوين الأمشاج أو الجامتات. فهنا ملحوظة انعزال العوامل يحدث أثناء تكوين الأمشاج في عملية الانقسام الميوزي أو الاختزالي. يبقى انعزال العوامل يحدث فين؟ يحدث أثناء تكوين الأمشاج في عملية الانقسام الميوزي أو الاختزالي. فهنا القانون الأول لمندل أو قانون انعزال العوامل بيقول إذا اختلف فردان نقيان في زوج من صفاتهما المتضادة المتقابلة. يبقى نفهم مع بعض قانون الأول لمندل. أول حاجة بيقول لك هو القانون اسمه إيه؟ قانون انعزال العوامل. بيقول لك إذا اختلف فردين نقيين في زوج من صفاتهم المتضادة فإنهما ينتجان عند تزوجهما جيلا به صفة أحد الفردين فقط اللي هي الصفة السائدة. يبقى أول حاجة بيقول لك إذا اختلف فردين، يعني الفردين مختلفين في زوج من صفاتهم المتضادة المتقابلة عند تزاوجهم بينتجان جيل به صفة أحد الفردين فقط اللي هي الصفة إن هي الصفة السائدة. يبقى عند تزاوجهما ينتجان إيه؟ جيلا به صفة أحد الفردين فقط اللي هي الصفة السائدة اللي بتظهر في الجيل الأول، ثم تورث الصفتان معا في الجيل الثاني. بعد كده الصفتين ايه؟ يورثوا معا في الجيل الثاني بنسبة 3 صفة سائدة إلى 1 صفة متنحية. ثم تورث الصفتين معا في الجيل الثاني بنسبة ايه؟ 3 صفة سائدة إلى 1 صفة متنحية. فهنا يقول لك معلومة إضافية، استخدم العالم الدنماركي جوهانسن مصطلح الجين بدلا من العامل الوراثي، كما أنه أطلق مصطلح التركيب الجيني على الجينات المكونة للصفة الوراثية في الكائن الحي والمظهر الخارجي على الشكل الخارجي التي تظهر به الصفة في الكائن الحي. يبقى العالم الدنماركي جوهانسن استخدم مصطلح الجين بدلا من العامل الوراثي، يعني بدل ما تقول العامل الوراثي تقولي الجين، وأطلق على التركيب الجيني على الجينات المكونة للصفة الوراثية في الكائن الحي، كما أنه أطلق مصطلح التركيب الجيني على الجينات المكونة للصفة الوراثية في الكائن الحي والمظهر الخارجي
على الشكل الخارجي الذي تظهر به الصفة في الكائن الحي. وفي ضوء ما سبق يمكن استنتاج الآتي: أول حاجة عندنا الجين السائد هو الجين الذي تظهر صفته عند وجوده مع جين سائد مثله، أو وجوده مع جناحي لنفس الصفة. يبقى تعريف الجين السائد: الجين الذي تظهر صفته عند وجوده مع جين سائد مثله، أو وجوده مع جين متنحي لنفس الصفة. فهنا هيقول لك جين سائد زي جين سائد يديك صفة سائدة نقية، وجين سائد مع جين متنحي يديك صفة سائدة غير نقية. طب هنا الصفة السائدة هي الصفة اللي تظهر عند اجتماع عاملين أو جينين متماثلين للصفة السائدة، أو اجتماع عامل أو جين للصفة السائدة مع عامل جين للصفة المتنحية. يبقى الصفة السائدة بتظهر متى؟ عند اجتماع عاملين أو جينين متماثلين للصفة السائدة، أو إيه تاني؟ أو اجتماع عامل أو جين للصفة السائدة مع عامل أو جين للصفة المتنحية. الجين المتنحي هو الجين الذي لا تظهر صفته إلا عند وجوده مع جين متنحي مثله لنفس الصفة. يبقى الجين المتنحي تعريفه الجين الذي لا تظهر صفته إلا عند وجوده مع جين متنحي مثله لنفس الصفة. فهنا هيقول لك جين متنحي زي جين متنحي يديك صفة متنحية نقية. طب ايه هي تعريف الصفة المتنحية؟ قال لك الصفة التي لا تظهر إلا عند اجتماع عاملين أو جينين متماثلين للصفة المتنحية. الصفة المتناحية الصفة التي لا تظهر إلا إيه؟ إلا عند اجتماع عاملين أو جينين متماثلين للصفة المتناحية. ماذا يحدث عند تواجد جين سائد لأحد الصفات مع جين متناحي لنفس الصفة؟ فهنا يقول إيه؟ يسود الجين السائد على الجين المتناحي فتظهر الصفة السائدة. يسود إيه؟ الجين السائد على الجين المتنحي فتظهر الصفة السائدة. طيب هنا أقول لك قارن بين الصفة السائدة والصفة المتنحية. هنا عندنا هنقارن من حيث التعريف. فهنا الصفة السائدة تعريفها الصفة التي تظهر عند اجتماع جينين متماثلين للصفة السائدة، أو جين للصفة السائدة مع جين للصفة المتنحية. أما الصفة المتنحية الصفة التي لا تظهر إلا عند اجتماع جينين متماثلين للصفة المتنحية. طب بالنسبة لي عايزين مثال ليها. المثال عندك الصفة السائدة صفة اللون الأصفر لبذور البازلاء. طب مثال الصفة المتنحية صفة اللون الأخضر لبذور البازلاء. طب نسبة الظهور تبعا للقانون الأول لمندل تظهر في الجيل الأول بنسبة 100% وفي الجيل الثاني بنسبة 75%. أما الصفة المتناحية لا تظهر في الجيل الأول وتظهر في الجيل الثاني بنسبة 25%. طب هنا عندنا بالنسبة لنقاء الصفة، الصفة السائدة قد تكون نقية أو غير نقية، أما الصفة المتناحية تكون نقية دائما. الصفة المتناحية تكون نقية دائما. وبناء على ذلك يمكن تعريف الفرد النقي والفرد الهجين كالآتي: الفرد النقي هو الفرد الذي يحمل عاملين متماثلين للصفة السائدة أو للصفة المتناحية فتظهر عليه الصفة السائدة نقية أو الصفة المتناحية. يبقى نقول التعريف تاني: الفرد النقي فرد يحمل عاملين متماثلين للصفة السائدة
أو للصفة المتنحية، فتظهر عليه الصفة السائدة وتكون نقية أو الصفة المتنحية. أما الفرد الهجين، الفرد الذي يحمل عاملين مختلفين، أحدهما للصفة السائدة والآخر للصفة المتنحية، فتظهر عليه إيه؟ الصفة السائدة اللي هي تبقى غير نقية. يبقى الفرد الهجين فرد يحمل عاملين مختلفين، أحدهما للصفة السائدة والآخر للصفة المتنحية، وتظهر عليه الصفة السائدة وتكون غير نقية. وبكده كنا وصلنا معاكم لنهاية درس النهاردة. الدرس القادم هنشرح التعبير عن تجارب الوراثة باستخدام الرموز، وهنشرح أمثلة على قانون مندل الأول. فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.